السلام عليكم. نحن نتواجد الآن على ضفاف ضاية الألفة. هذا الضاية التي تمتد على واحد مساحة ديال 6 هكتارات والتي يصل عمقها القصوي إلى 2.8 ديال الأمتار، وهي تتميز بوجود واحد العدد كبير من أصناف الطيور، حيث تم إحصاء حوالي 40 صنف من الطيور في هذه المنطقة. وكما ترون فهذه الضاية هي محاطة بمجموعة من الوحدات السكنية التي تنتمي إلى حي الولفة، والإشارة فإن هذه الضاية هي تستقبل المياه عبر 3 قنوات ديال مياه الصرف الشتوية، والتي يصل صبيبها القصوي إلى 12 متر مكعب في الثانية. هذه الضاية كانت تلعب لمدة سنين يعني واحد الدور أساسي ومحوري في تدبير المياه الشتوية للمنطقة، وكذلك حمايتها ضد الفيضانات. وفي هذا الإطار وبتنسيق تام مع السلطات المحلية وكذلك كافة المتدخلين الجمعويين والساكنة المجاورة، شرعت ليداك في إنجاز مشروع لحماية هذا الضاية، وذلك بواحد القدر مالي ديال 2.9 ديال مليون ديال الدراهم. هذا المشروع الذي سوف يمكن من تحسين جودة المياه ديال الضاية، وكذلك الحفاظ على الطابع الإيكولوجي والبيئي الذي تتميز به هذه المنطقة الرطبة، واللي هي خاصة وخاصة جدا ومتميزة على الصعيد الوطني. وفي ظل هذا المشروع تم وضع واحد 12 وحدة لتهوية المياه، وهي موزعة على كل او على كل مساحة ديال الضاية. هذه المهويات التي هي تقوم ب يعني ادخال مادة الاكسجين الى المياه، وكذلك سوف تمكن من تحسين جودة المياه مباشرة. وبالإضافة إلى هذا فإنها هي مزودة عبر 4 مضخات هوائية، والتي هي متفرقة على جوانب هذا الضاية أو هذه البحيرة. في المرحلة المقبلة سوف يتم إن شاء الله يعني تلقيح هذه الضاية بمركبات بكتيرية، والتي سوف تمكن من إزالة ومحاربة التلوثات العضوية التي تعرفها هذه المنطقة. هذه العملية سوف تمكن بعد ذلك من تسريع وتيرة الحياة النباتية والحيوانية لهذه المنطقة. وطبيعة الحال مباشرة بعد هذه العملية سوف تقوم شركة ليداك بمراقبة جودة مياه ديال هاد الضاية، وذلك عبر أخذ عينات من مياه ديال هاد الضاية إلى المختبر للتأكد من تحسن جودة المياه، وذلك على طوال السنة. وبالموازاة مع كل هذا فإن شركة ليداك قامت في السنة الفارطة من وضع واحد الصمامات أوتوماتيكية على مستوى مخارج القنوات الصرف الشتوية الثلاث، بواحد قدر مالي ليوصل 3 ديال مليون ديال الدرهم، وذلك لتجنب يعني خروج او تصريف اي مياه عادمه التي قد تاتي بطريقه غير قانونيه الى البحيره. وكذلك هذه السنه ان شاء الله سوف تقوم شركه ليداك بانجاز واحد المشروع لتجديد واحد القناه ديال صرف المياه العادمه التي قطرها الداخلي 600 ملم، والتي تتواجد بجانب هذه البحيره، والتي سوف تمكن ايضا من تجنب اي حادثه تلوث من المياه العادمه داخل هذه البحيره. هذا المشروع الذي سوف يتم انجازه بواحد الغلاف مالي يصل الى 17 مليون ديال الدرهم. واخيرا وليس اخرا فان شركه ليداك الان هي في صدد اعداد واحد الدراسه لانجاز واحد الغرفه لتلقي يعني والتقاط النفايات العائمه التي تتواجد على مخرج القناة الصرف الشتوية التي قطرها الداخلي 2000 ملم. هذه العملية التي سوف تكلف واحد قدر مالي ديال 5 ملايين درهم تقريبا. يعني على العموم يعني كما قلت هو هذا المشروع يعني المتكامل هو مشروع عنده واحد الهدف بيئي بامتياز، والذي سوف يستفيد منه طبعا كل يعني المواطنين وعلى الخصوص الساكنة المجاورة. و شركة ليداك كعادتها كانت وسوف تكون دائما يعني تعمل جاهدا من أجل يعني تحسين الظروف البيئية للمواطنين، وشكرا.